ما صوت بعد وانتخب ياه الجان، ما صوت بعد وانتخب ياه الجان، الانتخب اريد بوقت ينفعني، وما انتخب واحد قلبه ويا الغير، وانا ابن الوطن للضيم يتركني، ولا رشح شخص يتمني قبل سنين، ولا رشح شخص يتمني قبل سنين، خايف مثل ابويا النوب يذبحني، والعين عرف من بالي راح الغي، والعين عرف من بالي راح الغي، كتبت 100 طلب بس ما يعيني، التابع للدول يحلم انطيه الصوت، التابع للدول يحلم انطيه الصوت، على باقي الدول جنس العباية عني، وما انتخب واحد ايده بالارهاب، وما انتخب واحد ايده بالارهاب، وبجماعية المقابر يرد يدفني، عشت عمري ألم مليت أرد ارتاح، عشت عمري ألم مليت أرد ارتاح، وبخير الوطن كون أنا متهني، وبخير الوطن كون أنا متهني. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في جولة جديدة من طيبة أهلنا. الانتخابات عزيزي المشاهد على أبواب، والناس تستعد حتى تقول كلمة الفصل بيها، حتى يوصل لتمثيلها من هو يستحق، من أجل أن تصحح هواية مسائل ظلت خاطئة وما وصل بيها مجلس النواب الحالي إلى حلول حقيقية. وطبعا عزيزي المشاهد، الانتخابات تشهد تنافس بين كل اللي يطمحون أن يكونون ممثلي للشعب، بس الحملات الإعلانية شهدت بعض الحالات اللي نتمنى أنه ما تحدث فيها مثل هذا الوقت، وهذه الحالات هي محاولات تسقيط البعض للبعض، وهذا التسقيط جاء بوسائل عديدة منها لا يمكن أن نقبلها، لأن بيها تشويه وإدعاء، وبالتالي محاولة تضليل الناس حتى ما يعطون صوتهم للشخص اللي خضع للتسقيط الإعلامي والفضائحي. وإحنا بالحياة الجديدة في بلدنا نتمنى أن تكون الديمقراطية بأعلى مستويات أدائها، وأن يكون الشخص اللي يطمح أن يكون عضو مجلس النواب يعتمد على القاعدة الجماهيرية، ويبتعد عن أسلوب التسقيط اللي ما يخدم العملية السياسية والله، ولا يفيد الشعب اللي ما يشوف هاي الأيام إلا العمل الصالح والصحيح لكل شخص يسعى أن يكون عضو مجلس النواب. وما تهم المناوشات بين هذا وذاك، لأن هاي مسائل ما تحقق طموح الناخب اللي ذاق الويل وتحمل، والآن من المؤكد أن يحاول أن يحصل على مجلس نواب وطني نزيه، يضع المصلحة العامة أولاً ويضع المواطن المحتاج والمسكين بعيونه حتى يقدم له الخدمات المناسبة ويحقق له طموحاته. وحول عملية التسقيط الانتخابي اللي ينتهجها البعض للخلاص من المنافسين في الانتخابات، كانت لنا هذه الجولة مع عدد من المواطنين حتى يقولون كلمتهم. ما نلحظه اليوم وخصوصا ونحن نقترب من الانتخابات البرلمانية هي شبيهة بما حدث قبل 4 سنوات الانتخابات السابقة، فنجد هناك من يطرح نفسه بنفس الشعارات، وهي تكاد أن تكون شعارات موحدة لكل القوائم، لكن عندما يستأثروا أو ينجحوا في الانتخابات تتغير هذه الأهداف وهذه الشعارات. كما أن ما نلاحظه هو ظهور الاصطفافات مرة أخرى، وخصوصا الاصطفافات الطائفية والمناطقية والقبلية وما إلى ذلك، وبالتالي نحن أمام حالة ليس جديدة وإنما واقع مستنسخ لسنوات 4 الماضية. الآن بدت الخلافات على أشدها، دائما نلاحظ أنه طلبات المسؤولين يطالبون بامتيازاتهم الخاصة وبرغباتهم الخاصة ويستثنون مطالب الشعب العراقي، هذا مؤلم جدا. الآن ربما الانتخابات القادمة ربما هناك أمل
ولو بصيص من الأمل لتحقيق طموحاتنا البسيطة. يعني أنا ما أطلب من المسؤول الحكومي، المسؤول الحكومي عليه واجبات، عليه أن ينفذها، أطلب منه أن ينفذ واجباته، أن يهتم بالناس اللي انتخبته، أن يهتم بشعبه، مو يشرع قوانين نفسه ويشرع امتيازات نفسه ويحاول أن يكون يجير كل الدولة أو كل مؤسسات الدولة نفسه وعائلته. ويعني المواطن هو صاحب يعني الأولوية في عمل المفروض يكون. أطلب من يمه أن يكون منصف، أن يحكم ضميره. المناصب زائلة وكل شيء زائل، بس يبقى عمل الإنسان. طبعا نطلب من أعضاء مجلس النواب وبخاصة خلال الفترة المتبقية من عمر البرلمان الإسراع بإقرار القوانين المعطلة وبخاصة قانون الموازنة وباقي القوانين المهمة التي ينتظرها الشارع العراقي. لكن أعتقد شخصيا أن هذا الأمر صعب جدا بسبب دخول البرلمان في مرحلة المناكفات السياسية والحملات الانتخابية، ولكن للأسف أقول أن هذا البرلمان أصبح برلمانا للتجاذبات السياسية وليس برلمانا لخدمة المواطنين. مجلس النواب القرارات المتعطلة المفروض يعني الأجدر به بهذه الفترة إنجازها بأسرع وقت، لأن تعرف أنه بعد شهرين يصير صلاحية تنتهي وتصرف خدمات، فخلي الشعب يذكرهم ولو بشيء بسيط بآخر أيامه. أعزائي المشاهدين، يقول الإمام علي عليه السلام: من جاهد على إقامة الحق وفقه الله. والحق مو كل ما نقولها ولا أمنية، وإنما هو موقف وعمل وسعي دائم للعطاء، وبالذات في مجتمعنا اللي يعاني به الناس من الباطل اللي ياخذ وجوه عديدة وأساليب مختلفة، لأن اللي يعيش في بؤس ووجع في البلد فأنا ذلك بسبب غياب الحق والعدل، واللي ما يجد حقه يكون مظلوم. ومن الحق أن نتواصل وياه ونحقق له الحق. وإحنا أعزائي المشاهدين من خلال جولاتنا في طيبة أهلنا نشوف الناس والحياة اللي عايشيها ومعاناتهم اللي توجع قلوبنا والله. قال خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم: دعينا الله عز وجل: اللهم أحييني مسكينا وأمتني مسكينا وبعثني مع المساكين. وهو نبي الله الذي يتعاطف مع الضعفاء والمساكين والمحتاجين ويسأل عنهم ويتفقدهم إذا غابوا. وهذه هي أخلاق الإيمان والمؤمنين، نتمنى أن يقتدي بها جميع المسؤولين والذين لهم مكانة في المجتمع، من أجل أن تسود العدالة الاجتماعية ويكون الحق والعدل هدف الجميع، كل شخص وكل مسؤول من مكانه. واليوم في جولتنا معانا السيد حيدر العبادي رئيس اللجنة المالية النيابية، يكون ضيفنا نتحدث وياه عن هموم المواطن والبلد وقضايا مهمة عن المساكين والمحتاجين. كونوا ويانا بعد هذا الفاصل. ومثل ما تحدثنا قبل الفاصل، ضيفي هو النائب حيدر العبادي رئيس اللجنة المالية في البرلمان العراقي. أهلا وسهلا بك سيادة النائب. أهلا وسهلا. سيادة النائب، خلينا نشوف هذه الحالة ونبدأ حديثنا. أنا حالتي بالضيق وتعبانية وما عندي لا كادود لها، وعده 5 جهال، وابونا توفى صار له 8 سنين وما عده احد يكد عليه. نعم الله على العالم اللي الله مطيها تجيب لي خبزتي، تجيب لي مصرفي، بيت ما عده قاعده كله بيت بدون سقوف، ضاله بالمطر شبعانه ضيم، بالحركات ان الحر كل شيء ماكو، لا بريد هذا لا مبرده عدنيه لا مروحة عدنية، كل شيء ما عدنا، قاعدين على الله وعلى العالم تترحم علينا. وإحنا نطلب من قناة الرشيد يفيدونا شوية، بلكة الله يديرون بالهم علينا يساعدوني، ما عدنا غير الله وهم. الوادم يجيب لي، العالم يجيب لي ملابسهم مصرفهم، ضالين هاي الزيارة ما نروح نزورها ما عدنا مصرف نمشي، ضالين نتباوع على العالم بعيوننا هنا بالتلفزيونات، لا نقدر نمشي ولا نقدر نطلع، عيشتنا بالضيم ومصرف ما عدنا، حالتنا ضعيفة كلش. صار له 8 سنين.
عايشة من العالم على الله على العالم اللي يترى العدة رحمي جيب لي مصراف ويودي لي طحينية. راتب ما عنديش. راتبنا كل شهرين يطون مية، شو أسوي هالميان من الطي؟ بيتنا بالتجاويز وظالين هال لا سقوف لا شو اسمه حاطين أسياج قصب كل ساعة يطيح الخيسة هاي طاب علينا من المرازيب منا ومنا طب علينا للحوش ظالين تان كما عدنا نحط النبي ماي نطلب من قناة الرشيد أريتهم يساعدون يديرون بالهم علياني ورا هم وطيبتهم بعتهم ووذعتهم شيطوننا وهاي الجهال هالظالة حالها حال الضيق كاتلها البريد صوبة ما عتي مكاننا كله بلا يسقف ويخر علينا المطر يطيح علينا قبال شبابي يشضال لا جام سددين هلاك الشماكو ويبان بالغرف ماكو قاعدين هتشي باب للغرفة ما عد مطبخنا حاطينه ليمة ما مطرت الدنيا أظل طبخنا نحطه برا وظلين ظلين على الله وعلى قناة الرشيد ريتها تفيدنا شوية ريتها تنفعنا بالكتل ردت منك تجين تشوف الأيتام مثل باقي الأطفال وعدهم أحلام يلعبون ويضحكون حرام بيوم يبتون رسموا الفرحة على جناح الحمام ردت منك تجين تشوف الأيتام طفلة تحلم عدها لعبة وعدها بيت من حجة أحلامها يمي بكيت طفلة ما شافت أبوها زمن حار أمها من أخوها تعجز توصف مشاعرها بكلام ردت منك تجين تشوف الأيتام وطفل مضروب بشظاي وظل معاق منظر بتلهسه يبكي على العراق حلم عنده بيوم يشفى ودمعته في طيب ينشفى يحلم يعيش بوطن كله سلام ردت منك تجين تشوف الأيتام. شاهدت سيادة النائب هذه الحالة العائلة العراقية أم معيل لأطفالها اللي فقدت أبو البيت ونشاهد هذه الحالة موجودة في كل المحافظات وأيضا في بغدادنا العزيزة. اليوم نتحدث وياك النائب وأيضا رئيس اللجنة المالية نريد نتحدث عن هذه الحالات. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة الأمر أنا أتذكر الحكي عن الكلام عن العوائل المعوزة اللي هي مثل العائلة وأنا أعتبر هذا مثال جدا واضح للحاجة يعني هذا ما يقبل جدال لأن عائلة واضح ما عندها معيل امرأة أرملة عندها مجموعة أطفال التلاعب لا يمكن في هذه الحالة واضح سكنهم وين يكون بس واضح عندنا مشكلة عندنا مشكلة في شبكة الحماية. أنا أتذكر قبل 8 سنين قلنا نريد كانت شبكة حماية بدينا كانت 600 مليار دينار طبعا الآن راح تصير 5 تريليون يعني حوالي 8 أضعاف. أنا ما عندي مشكلة بصراحة كرئيس لجنة مالية وكنت رئيس لجنة اقتصاد أن تصير ثلث موازنة العراق للفقراء يعني تدفع مباشرة للفقراء لرعاية الفقراء لأن أكو غير معقول بلد نفطي أن يبقى مثل هذا الفقر موجود. نعم والمشكلة أيضا سيادة النائب اللي يمر بها عدد كبير من العوائل اللي تصل البرنامج طيبة أهلنا هذه المشكلة الروتين القاتل اللي موجود بدوائر الدولة يعني وحدة تجينا 10 أشهر هي مقدمة راتب للرعاية الاجتماعية ولهذا اليوم راتب ما انطوه هو يعني هاي هم مشكلة قاتلة. أيضا المشكلة الثانية راتب البسيط اللي هو 125 ألف وأيضا الناس تأخذ 50 ألف يعني 50 ألف أو 125 من مثل هذه العائلة الإمرأة البسيطة اللي تحلم فقط تربي أطفالها ما تحلم بشي والله سيادة النائب. صح الآن عندنا تعديل والآن المفروض كنا نصوت عليه قبل 2 أسبوع بس لأن عدم انعقاد مجلس النواب وعدم النصاب ما قدرنا. بالطبع مثل هالعائلة راح يزداد دخلها من 105 ألاف راح يزداد إلى 420 ألف يعني زيادة لأن هذه عائلة والعائلة من شخص ناضج مع مجموعة أبناء يصير الحد مالته 420 ألف دينار وهي زيادة لا بأس بها كمرحلة أولى. احنا ايضا نريد نفصل بين السكن وبين المعيشه. نعم يعني انت بعض الناس مثلا مأجر الجزء الاكبر من وارده يروح للايجار. نعم. فلازم نفصل يعني بالاخير اذا ما عنده سكن يكون يحط تخصيصات سكن
وجانب المعيشة أيضا يكون ننطي، لأن إحنا من ننطي فلوس العائلة ما نريد الجهال ما ينمون نمو طبيعي، يكون يروحون للمدارس، يكون يحصلون تغذية صحيحة، ملابس صحيحة. إذا أولياء أمورهم صرفوا أكثر مبالغ على السكن ما راح يبقى شيء الأطفال. لكن المشكلة اللي مر بيها العراق هذا اليوم سيادة النائب وتحدثناها بأكثر من حلقة هي الصراعات السياسية اللي عطلت كثير من القوانين اللي تخدم هذا المواطن العراقي. هذا المواطن والله ما يحلم شيء، مل من الصراعات وأيضا التصريحات السياسية، فقط يحلم بعيشة كريمة يعني مثل ما شاهدنا هذه العائلة. يعني أيضا تعطيل كثير من القوانين بسبب هذه الصراعات يعني اللي موجودة، وغياب عدد كبير من أعضاء مجلس النواب وعدم انعقاد الجلسات داخل قبة البرلمان، هذه أيضا تعطل إقرار قوانين مهمة تخدم هذا المواطن العراقي. نعم هاي مشكلة كبيرة، وأنا أكد لك بعض رؤساء الكتل لم يحضروا إلى مجلس النواب يمكن بس جلسة واحدة خلال 4 سنوات الماضية. أصور هذا خلل كبير، لأن إذا رئيس كتلة كان هذا سلوكه كيف يكون أعضاء الكتل؟ أنا أصور يحتاج إلى نأخذ عهد من المرشحين أو نشوف مسيرتهم السابقة إذا كان وجودهم فاعل في مجلس النواب وفي الحكومة كذلك. أنا أيضا شخص بالحكومة إذا يومي معطل دوامة بالحكومة، معترض على مدري صار اعتقل واحد من حمايته مدري وين أو صار فتشي معترض عليه ويجمد عمل الحكومة. طيب أنت إذا كنت أنا وزير زراعة أو وزير صناعة أو وزير عمل وشؤون اجتماعية يهتم بالفقرة، لما أعطل عملي بالحكومة شو راح يصير مصير الفقراء دول الناس المحتاجين؟ بس أكو مشكلتين أنا أحب أمر عليهم في هذا الخصوص. نعم. المشكلة الأولى مشكلة الفساد، وهي طامة كبرى لهذا الروتين دا يقوى دا يزداد حتى يقلل الفساد. بس يعني واقع الفساد على هاي الناس الفقراء. نعم أكو تستغربين هاي مشكلة والله سيادة، تستغربين عدد الذين يقدمون على شبكة الحماية الاجتماعية. شبكة الحماية الاجتماعية هم لا يستحقون. والله صحيح. وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حاليا أنا استلمت يعني من مؤسسة دولية تقييم الوزارات يمكن من أكثر الوزارات فسادا، وهذه مؤسفة طبعا. نعم. يعني نشوف ناس يعني ناس عندنا أسماء معينة عندهم بيوت وأيضا عندهم معيل ويستلمون راتب الرعاية الاجتماعية، وناس والله العظيم نايمين بالعرى ما عندهم بيوت، عندهم أطفال يعني مشردين وما عندهم هذا الراتب. يعني نريد حملة حقيقية حتى نقدر نحصل رواتب هاي الناس الفقراء. أنا أتمنى، وهذا حقهم يعني ما طالبين شيء. أنا أتمنى أن مؤسسات دولة تستعين منظمات مجتمع دولي، يعني قاد مجتمع مدني، لأن ذني بعض الأحيان منظمات قادرة ناس أكو متبرعين محروق قلبه يريد هذا، قادر يروح يدقق هذا صحيح لو لا، تقدر تستعين بخبراء آخرين شبكة أخرى وياك تساعدك تقول لك ترى هذا مو صحيح، هذا عنده فلان أملاك فلان أملاك، ترى عنده عمل دا يدعي كذبا. نعم. أو عائلة مثل هاي خو واضحة ما تقبل. نعم. خطأ أو تابعة لحزب معين هذه العوائل وهذه الناس، فلازم تكون إلها الأولوية التامة وتأخذ الراتب، وهذه الناس خطية لا عندها. نعم. حزب ولا عندها جهة ترعاها وتدعمها. هذه مشكلة، لأنه ديوان الرقابة المالية مأشر على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أكو موافقات من الوزير بلا أوليات بلا أي سياقات ناطي إلى عوائل حماية اجتماعية، وهذا غير مقبول بصراحة. هاي معناها كسب تأييد سياسي، وإحنا نريد نتاجر بالفقر نكسب، يعني ما هو الصوت بصراحة؟ هذا الصوت أتصور كارثة. يعني أنا أتمنى كل من يتلاعب بمعائش الناس من أجل حصل أصوات، إن شاء الله الله يأخذ منا أصوات مضاعفة إن شاء وما يفوز. إن شاء الله أتمنى من كل قلبي إن شاء الله. نحن وياك وندعي وياك إن شاء الله لا يحصل ولا أصوات. أكو مشكلة ثانية متعلقة بهالقضية. المشكلة الثانية لو تلاحظين للأسف كثير من النواب وكثير من الساسة دي يروج زيادة مخصصات ورواتب الذين لديهم رواتب. نعم وهي مشكلة، هذه مشكلة دا تسوينا ضغط. يعني أكو ناس بالدولة يشتغلون عندهم مخصصات، دا يصير ترويج تعالوا نعطيهم مخصصات إضافية. أنا مو ما عندي عداء مع أي شريحة من شرائح المجتمع العراقي، بس عندنا أولويات. نعم. زين يصير أنطي مخصصات وأخلص موازنة الدولة على هكذا رواتب مخصصات، أكو عوائل عايشة مثل هذا النظام؟ نعم. يعني هذا يصير؟ يعني لكن أنتوا لجنة مالية سيادة النائب، أريد أعرف ما عندكم إحصائيات بهذا الموضوع؟ يعني أيضا أنتوا هم يقع عليكم لوم كبير، لأن يعني أنتوا اللجنة المالية اللي تقرر المبالغ اللي تنصرف للوزارات وتكونون الجهة الرقابية على الوزارات بصرف هذه المبالغ. يعني معقولة أنه لي هذا اليوم ما شاهدنا بيان صريح ينتقد بعض الوزارات اللي تعطل عمل هذول المواطنين الفقراء اللي يحتاجون مساعدة الوزارات الخدمية لهم؟ نعم احنا شو تلاحظون تراكمون تقاريرنا، عندنا اشياء طبعا نقد لاذع في بعض الاحيان لبعض مؤسسات الدولة وبعض الاداءات، واحنا داخلين معركة بصراحة اقول لك داخلين معركة، لان بعض الاحيان احنا الاولويات كلجنة مالية مطنين على الاولويات. نعم. وندري مال الدولة العراقية صحيح عنده دولة نفطية،
بس لأنه كل الدولة معتمدة على النفط مو مثل باقي الدول. نعم. يعني أكو يسمون الناتج القومي أو الناتج الوطني عندنا. نعم. نسبة كبيرة من النفط، باقي الدول النفط جزء صغير منه لأن عندهم ناتج قومي آخر، بينما إحنا الرواتب معتمدة عليه، التقاعد معتمدة عليه، أكثر الدولة حتى المقاولين والقطاع الخاص معتمد على النفط كذلك، لأنه أكثر مقاولات القطاع الخاص هي من الدولة. نعم. فمعناه أكو ضغط على موازنتنا، وهذا الضغط كل ما يزداد يتوسع. احنا دورنا كلجنه ماليه دورات نوقف، لان نقول له ترى هذا دا يصير ما باولويه. انا مثلا يجوني اطباء متعاطف وياهم صراحه جدا، نعم. واريد يحصلون مبالغ اكثر، بس هذا يكون اوازنها مع موارد الدوله الاخرى والمن انطيها الاولويه. عندي مثلا طبيب عنده مخصصات معينه ياخذها، اريد ازيد مخصصاته. زين، هل اكو هناك شريحه اكثر عوزا واكثر، نعم. حاجه؟ واذا انطي هاي للاطباء او للاخرين، مثلا لاساتذه الجامعه، للسفراء، لشرائح أخرى كثيرة محتاجيها بالدولة العراقية ومهمة وكلها محترمة بصراحة، بس المشكلة يصير تسقيط ونتهم. نعم. بعض الحين نتهم ضد الأطباء، نتهم، نعم. ضد المهندسين، نعم. نتهم ضد الشريحة. يعني إحنا مو ضد، نعم. أنت عندك موارد محدودة، هاي الموارد بأي اتجاه. بالطبع الأمر الآخر شبكة حماية الاجتماعي، عفوا الحصة التموينية، نعم. يعني الحصة التموينية أن توزع بالتساوي على الجميع، أنت تستلمين نفس حصة هاي الفقيرة. وهذا الشيء غلط. هسه انا ولو كان ما استلم، لانه قطعوها على درجات العليا. انت ما استلمين؟ لا، قصدي كل مواطن الان، كل مواطن له حصه تموينيه. نعم. بغض النظر عن وضعه، هذول اظن يحتاجون، يعني هذول يحتاجون ضعف الحصه التموينيه. نعم. او نعم. ثلاث اضعاف الحصه التموينيه. اذا نشاهد التجارب بالخارج، التجارب الاوروبيه وايضا في امريكا، يعني هم يكون عندهم دائما احصائيه للناس اللي تحت خط الفقر، ويكون لهم مميزات افضل بالغذاء، كارت الفود ستام اللي هو يصرف، نعم. وجبة الغذاء اللي يريده هو، يعني فيختلف عن الناس الميسورين الحال. يعني الآن بالعراق هذا الموضوع ما مفصول بين الناس اللي تحتاج بالفعل واللي ناس إمكانية وأيضا تستلم. هذه الموضوع صارت منذ العام 2007 لحد الآن محاولات لتصحيح الحصة التموينية بتوجيهها للفقراء وتكون أكثر فاعلية. الآن بالطبع أموال هاي لدى وصول عليها، نعم. شوف كثير من المواطنين يشكون يقولوا ما نستلمها، جزء كبير، وأنا أكد أيضا بها فساد، نعم. كم يعني كم من يعني كم من العوائل الدرجة الوسطى تقريبا مستوى الدخل الوسط ما يستخدمون الطحين أصلا في المدن، الطحين ما يستخدمونه. زين، ليش أوزع طحين لكل الناس؟ هاي العوائل أمس الحاجة للطحين، أعطيها حصة طحينية أكثر، لأن يعني الخبز غذاء أساسي، غذاء للأطفال وغذاء أساسي، فبالتالي أنا أقدر أوجه الثروة بشكل أفضل. مكان ما دا أصرف مثلا 6 مليار دولار أو 7 مليار بعض الأحيان توصل للحصة التموينية، أقدر أوجهها أفضل بمبلغ نفس المبلغ لكن للفقراء والمحتاجين، أسعف به وأكل بقية ما محتاجي. أكو ناس أصلا ما تأخذه، نعم. يعني ما يروحون يأخذوه من المحل، لأنه يأخذ جزء وآخر يعوفه يقول له أنت وزعه ويظل الوكيل، وهاي الناس تنحرب. سيادة النائب، أيضا خلينا نحكي موضوع كلش مهم، والآن نشاهد واضح في جميع الفضائيات أو أغلب الفضائيات ووسائل الإعلام، بدأ الآن الحملات الانتخابية أو التسقيط السياسي، أيضا هذا يشوش فكر الناخب. يعني نشوف كل يومين ثلاثة يطلع لك واحد بالإعلام شايل له ملفات وفايلات وفلان جهة وفلان جهة وفلان جهة. هذا الناخب هذا اليوم من يريد يصوت على الإنسان أو الشخص اللي يخدمه بالانتخابات القادمة، يشوف التصريحات والتسقيطات السياسية. يعني أصبح المواطن العراقي، هذا المواطن البسيط أيضا مشوش من خلف هذه التصريحات وهذه الادعاءات، البعضها أو أغلبها يمكن فارغة وما بها صحة. يعني هاي هم مشكلة المواطن يعاني منها هذا اليوم. بالطبع هاي مشكلة أيضا، بالطبع الطبقة السياسية تتحمل جزء كبير. الطبقة السياسية في باقي الدول تأخذ وقت طويل حتى تنضج، مثلا لو تلاحظين في الغرب او حتى في دول متقدمه ديمقراطيا، من تقريبا من شبابه من يدخل الجامعه يبدا يدخل عمل سياسي على مستوى طالب، ويبدا ينضج الى ان يصير عمره بالثلاثين بالاربعين، يبدا يتصدى على مستوى عالي لمواقع عاليه. هذا يكون عنده خبره سياسيه كبيره، عنده نضج سياسي في تصريحاته، ينظر الى مصالح الناس بشكل متوازن، مو يدخل الى عدم التوازن، يسند طبقه على حساب طبقه. انا لما اكون ممثل لكل الشعب العراقي، أنا مثلا مهندس، يكون ما انحاز المهندسين على حساب الأطباء، نعم. ولا للمهندسين على حساب طبقة أخرى، يكون أنظر أنا ممثل، حتى أنا ممثل عن بغداد، لما أصير مجلس نواب صح أنا ممثل عن بغداد، بس يكون أنظر إلى مصالح كل الشعب العراقي، ما يصير أنحاز لأهالي بغداد على حساب مثلا أهالي الأنبار، على حساب أهالي النجف، ما يصير، أقول هذا المواطنة هي للجميع، نعم، أنظر خدمات بغداد، أهالي بغداد،
بس ما يصير أنحاز على حساب حق لآخرين. لكن سؤالي كان سيادة النائب، سؤالي كان نقطة مهمة جدا. الآن الكتل السياسية بدأت التسقيط السياسي لبعض السياسيين اللي موجودين داخل العراق. الآن أصبح المواطن عنده تشويش يعني بالانتخابات، من يشاهد هذه فضائية الإعلام وهذه فضائية والصحف والمقالات وما أعرف إيش. يعني أصبح المواطن العراقي تشويش بالأفكار وتشويش بالرؤى. أريد أيضا نتحدث عن هذه الظاهرة، أنا أشوفها ظاهرة جدا سلبية. صحيح، وأنا أقول لك معلومة، كثير من اللي أصواتهم أعلى أصوات في الإعلام هم أقل عملا في مجلس النواب. أنطيك شيء حقيقة، شوفي غير اللي يقوله بالإعلام، شوفي حضوره باللجان شنو أصلا تقديم. بعضهم ما يحضر باللجنة إلا بمقدار يأخذ معلومة ويطلع للإعلام، ما يقدم شيء، لا يقدم مقترح باللجنة، لا يكتب شيء للجنة، لم ساهم في إنضاج قانون باللجنة، حتى بعض القوانين هو كأنه متفرج ما مسؤول. يعني أنت قول له وينك أنت إذا عندك هيك ملاحظات، وينك باللجنة؟ سجلت هذه الملاحظة، حاولت أن تغير بهذا الاتجاه، أن تقنع النواب الآخرين أي غيره. بعضهم يعتبر نفسه ضيف فقط يأخذ ويصيح بالإعلام، وهذا أقول عدم نضج سياسي. بعضهم جدد عبالة السياسة الظهور بالإعلام فقط. نعم الإعلام يكون انعكاس على الواقع، انعكاس على نشاطك بالواقع، مو الإعلام هو الجزء الكبير وبالواقع يكون أكو فراغ. هذه أحد مشاكل. أنا اقترحت على مجلس النواب أن يغلق المركز الصحفي مجلس النواب، أو أن يقنن يخليه في مكان ثاني، لأن بعض النواب للأسف رأساً يركضون، بعدنا مجتمعين ما أخذنا قرارات، يركض يروح يصرح قبل الآخرين، بعدها قرارات وقرارات مو نهائية، بعدها أولية وربما تتغير، فيحرج هالمرة لأن يطلع معلومة تبدو بعدها هي فكرة قدمت والفكرة قد ترفض بعدين، لأنه نرى أن هناك عيوبا أخرى بها من خلال الإنضاج. يعني دائما بالنقاش تطرح أفكار، ومو عيب الإنسان يطرح فكرة. يعني إبراهيم عليه السلام يقول يا ربي أرين كيف تحيي الموتى. يعني بالأخير الإنسان أن تطرح أفكار وتناقشها ما بيها شيء، أما إذا أريد أقول لا إله وتتهمي بالكفر رأسا، أظن هذا تحريف للكلام. البعض يسارع يطرح بالإعلام وبالتالي يحرف الكلام ويحرف المعلومة، وأظن يشوش على الناس بشكل عام. خلينا سيادتنا أبناء نشوف هذه الحالة الثانية وأيضا نرجع نكمل حديثنا. والله ما تتزوج اليوم تبهدلت كلش. كل شيء ما بجوالني، كل شيء ما نحصل، كل شيء ما نحصل، الخبز واكله وما واقول الف الحمد لله وشكر. شو اسوي؟ ترى حالتنا شو اسوي؟ وضعيتنا تعبانة، أدي هذول 32 طفل مدر أكثر ونسوان وكل شيء، ما حد لا واحد نشد علينا والله، لا ما نتعشى ما نتغدى والله، الصبح لا حصلنا ناكل وطماطة الفرخات يكيفون. ونطلب مرواتكم ومروات رب العالمين. بطلت من المدرسة، أنهي الفقرة، وما عندنا ملابس، ما عندنا أحلى ناس فقرة، جوعانين، ما عندنا ملابس. لأن أهلي فقرة وما عندنا ملابس، ما عندنا حذاء، ما نروح للمدرسة. تعالوا ياي امشوا أنا دليك، تعالوا ياي امشوا أنا دليك، تعال نمر على بيوت اليتامى، تعالوا ياي امشوا انا دليك، تعالوا ياي امشوا انا دليك، تعال نمر على بيوت اليتامى، تعالوا خل اشوفك حيرة اطفال عليهم هالزمن صوب سامه،
هنا طفلة يتيمة وجاسها الضيم، الفقر فوق الوجه راسم علامة، وتسأل هم جعت ومجرب الجوع، وذا جوعان ليلك هم تنامه، تسأل هم جعت ومجرب الجوع، وذا جوعان ليلك هم تنامه، تشوف أطفال عدهم حيرة كبار، رسمنا أحلامنا بجنح الحمامة، جمعنا الفقر من كل البيوت، وبد ما عافنا نعيش بسلامة، إذا أعمى قلب والنظر به إشكال، جيبوا ياك زرقاء اليمامة، جيبوا ياك زرقاء اليمامة. 30 طفل يتيم ونساء يعيشون 5 في منطقة تجاوز. هذا اليوم إيش نتحدث؟ يعني إيش ما نتحدث إنه راح يكون شيء قليل بالنسبة لهذه العوائل. هذه العوائل كلها زدت اللوم على الحكومة التنفيذية وأيضا على مجلس النواب التشريعي. مجلس النواب التشريعي والحكومة التنفيذية الخلافات بيناتها عطلت كثير من المشاريع اللي تخدم هذا المواطن. يعني إذا نتحدث هواية عن آلامهم وأحزانهم ما راح نكتفي. أكو عدة مواضيع بالإضافة للفقر في هذا الموضوع. أولا قانون البنى التحتية تعرفون من الدورة الماضية لحد الآن، وهذا سبب الخلافات السياسية اللي موجودة اللي أكيد عطلت هذه القوانين اللي كنا نحلم ويحلم هذا المواطن العراقي تكون قوانين لمصلحته. يعني ما نشاهد أنه هاي القوانين تعطل لأن حتى لا تنحسب إنجازاتها لهالجهة ولا تنحسب إنجازاتها لهالجهة. يقول لك هذا راح يسوي خدمات، وإذا يسوي خدمات راح يمكن المالكي يمتدح عليها، فمن اللي يمتدح عليها؟ وهذه إحدى المشاكل. طبعا هاي واحدة منهن. قضية ثانية أنا استرعى انتباهي المدارس، هاي البنت الصغيرة اللي طلعت أنه بطت من المدرسة، وهذا كان يقلقنا. إحنا كنا نشتغل من الدورة الماضية على ما نسميه منحة الطفل. منحة الطفل الآن سوينا تشريع قانون الحمد لله بعد صراع مريض، واشترك وياي الأخ عادل فهد شرشاب رئيس لجنة التربية في البرلمان. كنا حريصين ودفعناها بقوة على كل المستويات، تحركنا حتى ضمننا نحطها بالاستراتيجية الموازنة. يعني هذا اليوم الطالب العراقي عنده راتب من الدولة؟ إن شاء الله راح يبدأ من الفصل الدراسي القادم. لا. يعني السنة القادمة يكون لكل طفل في الابتدائية 30,000 دينار بس يكون يداوم بالمدرسة. إحنا ردنا نحطها بكل الطفل حتى دون المدرسة. يعني أريد أعرف إنه الطفل بالابتدائية أو بالمتوسطة نفس الراتب لو راح يكون راتب يختلف؟ لا يختلف. في الابتدائية 30,000 دينار، في المتوسطة باعتبار حاجاته تزداد 50,000 دينار. كنا نريد نوصلها للإعدادية بس إن شاء الله مرحلة قادمة السنة الوراء إن شاء الله. نعم. نحاول ندخلها. بالنسبة للطفل دون السادسة هم يحتاج بصراحة أنا برأيي. نعم. أسميها منحة الطفل، هذه منحة التلميذ سموها. نعم. نسميها منحة الطفل لأن هذا الطفل أيضا يحتاج لرعاية. شوفين بعض الأحيان قد صح الطفل عمره هسه ومولود، بس شوفين لو حاجاته من الحليب ومن الاهتمام ومن الطبيب الأخرى تصير حاجات هائلة. نعم. فيحتاج لإذن منحة لهذا الطفل. هذا بالطبع طموحنا. إن شاء الله بدينا مرحلة أولى الآن، لأن المريض ذولا حالة البؤس نريد ما تتكرر للجيل القادم. ذولا إذا يروحون للمدرسة إن شاء الله ما تتكرر، يكون وضعهم أحسن، فريد نضمن ذولا اليوم يروحون للمدرسة. أيضا مو بس المدرسة، هم أيضا يحتاجون، شفت حالتهم المأساوية، أيضا يحتاجون أكل ويحتاجون رعاية ويحتاجون سكن ويحتاجون أشياء كثيرة. إن شاء الله يكون اهتمام بهم. خلينا نتحدث بموضوع مهم سيادة النائب، هو موضوع إن شاء الله هو انتهى هذا الموضوع، موضوع امتيازات رئاسات الثلاثة وأيضا مجلس النواب اللي أغلب النواب صوتوا عليها ومشوها، وأيضا الخدمة الجهادية. أنت رئيس لجنة المالية وهذه اللجنة كلش مهمة في البرلمان العراقي. أريد أتحدث عن الجهادية. يعني هذا المواطن اللي شاهدناه حروب وحصار ودكتاتورية وما شاف يوم خير بهذا البلد، يعني ليش هذا اليوم ما نعتبر هذا المواطن العراقي البسيط اللي ما عاش بالخارج أيضا هو مجاهد وإله حصة من هالنفطات مالتنا ويكون له راتب بسيط يصل له؟ إيه هذا صحيح، يعني هو يكون راتب لكل مواطن، هذا منهج سليم.
مواطن المحتاج. يعني لازم لازم نسوي احصائيات للاكثر حاجه يكون له راتب يحميه من البرد ومن الشتاء ومن الحر ويحميه من كل شيء، يحميه من كل شيء هو واطفاله. بس خل اوضح الخدمه الجهاديه، ما طرح بالاعلام اما ما يعرف ما يعرف شنو الحقيقه او متعمد التضليل. نعم. اللي صار غير هذا، الان بدي اطرح بالاعلام، الان بالقانون الجديد كلمه جهاديه ما بي ولا خدمة جهادية، الألغي. هناك مادة جت بأصل القانون متعلق بالخدمة الجهادية، احنا رفضناها، أنا باللجنة المالية قلت هاي تلغى. نعم. وهذه تحذف. لأن ما لها داعي، أولاً تعريفها غير واضح، شلون راح تطبقها؟ وأي تعريف غير واضح هو مدخل للفساد. إذا ما مقنن لأي واحد قاعد يدعي بلا ضوابط. نعم، ويسوي يعني يسوي تفرقة بين أبناء الشعب العراقي، يعني أغلب الناس أيضاً يعني عانوا حصار وحروب وعانوا أشياء كثيرة، وهذا اليوم يصير تفرقة، ابن الخارج ياخذ الجهادية وابن الداخل اللي ناضل أيضاً ما له الجهادية، فإذا انشال هاي الفقرة فإحنا قررنا نشيلها. قبل التصويت بيوم أو يومين جوت كتلة تحالف الكردستاني برئاسة الدكتور فؤاد معصوم. نعم. وعدهم مطلب. أصروا أن ندخل مناضلين بشمرقة. يقول لك دولة ناضلوا وما تعينوا ولا قدموا، احنا ما نريد شيء. كل ما في الامر لما يتعينون تنحسب ليش، لانه ما راح لا عمل، ترك عمله، ترك وظيفه، بقيه كانت عندهم وظائف وحصلوا راتب ولهم تقاعد. دولة كل شيء ما حصلوا، لا حصلوا راتب، ما نريد راتب، نريد تحسب لهم خدمه. صار جدل، قلنا لهم خلينا نحذفها كلها، ما وافقوا. فصار تغيير، انشالت الخدمه الجهاديه. نعم. صار تقنين. نعم. اكو عندنا قانون 91 اللي هو قانون الدمج. نعم. وأنا أقول بعكس ما أذيع، قانون الدمج. نعم. اللي هو الناس، أكو ناس حربوا النظام السابق حملوا السلاح راحوا للهور. شلون نعرفهم؟ أنا أجي لها. راحوا للهور قاتلوا، حملوا بنادق ضد النظام، تعرفون كانت أكو عمليات ضد. نعم. النظام دولة تركوا مدارسهم بعضهم، تركوا كلياتهم، تركوا أعمالهم وراحوا. نعم. هذا قانون 91 نفذ، مو الآن دا ننفذه، نفذ من 2003 إلى توقف 2008-9. نعم. انتهى، صار تنفيذ له. كل الاحزاب وكل الحركات دخلوا ناس، وانا اقول لك 95% اللي حصلوا من اهل الداخل مو اهل الخارج، وهذا عكس ما يذاع بالاعلام. 95% من اللي حصلوا مال دمج هم مجاهدين في داخل العراق، ذولا غالبا ما قدروا يدرسون، تركوا جامعاتهم، واضح تركوا وظائفهم، لما تجي عنده وظيفه موظف كان. لا انا اريد اسال نقطه كلش مهمه، ال 95% يعني كلهم بالفعل مجاهدين، يعني بالفعل ناضله، ولو هذا تابع لهالحزب وهذا تابع لفلان جهه وهذا لازم ادخله لان هذا ابن عمي وهذا قرايبي وهذا فاتني بالدعايه الانتخابيه مالتي، لو بالفعل هم مجاهدين وحملوا السلاح، لان نحن مع كل الناس اللي حملوا السلاح وقارعوا هذا النظام او اي موضوع يخدم بلدنا العراق انه يكون لهم راتب، بس نحن نريد يكون الراتب يروح للإنسان اللي بالفعل مستحق، مو ناس هذا قرايب الوزير وهذا تابع للحزب الفلاني وهذا تابع للحزب الفلاني. كلام جدا جميل، وأنا أتمنى هذا يتحقق وأتمنى يصير تحقيق. يعني أنت طابقني رأي أنه كثير من الناس هم ما مستحقين. أنا أعرف كثير من الناس دخلوا ولم يستحقوا، لم يستحقوا لأن مو فعلا مجاهد، أنا أعترف بهذه الحقيقة. بس أنا بالطبع ما أتفق مع اللي يطرح بالإعلام. نعم. البعض اللي يسقط وبعضها وراها شنشنة. نعم. يعني بعضها اللي يسقط المجاهدين الحقيقيين، اكو مجاهدين حقيقيين، اكو ناس عانوا. نعم. انا مو مع تفريق الخارج والداخل، دول قلت لك 95% من اللي يعطوا هم من اهل الداخل بعكس ما يذاع بالاعلام. ماكو خدمه جهاديه، وانما اكو قانون مطبق سابق، وذول لهم تقاعد، ردنا نثبت حقوقهم لانه البيشمركه اصروا ايضا لهم حقوق، فصار نوع. نعم. من التوازن ان تضاف في هذه الماده، فرفعت الخدمه الجهاديه وكان هذا تغيير. انا بصراحه ما ادافع عن الماده بصيغتها الحاليه لان صار توافق بين الكتل. بس انا كان رايي تنحذف كلها، ما لها داعي، كان ماكو داعي ندخل كل هذا اللغط بي. بس اقول ايضا انا مع المجاهدين الحقيقيين، ونحن وادافع عنهم، ودافع عنهم سواء بالداخل او بالخارج، واظن الاساءه لهم اساءه للوطن، وانا اعرف بعض ليش يسيئون. اكو ناس مندسين يريدون يسيئون، اكو ناس ربما لا يعرف الحقيقه. بس اقول ايضا اللي يسيء للمجاهدين هم اللي حملوا صفه مجاهد ومجاهد، هذا اكثر. نعم. اساءه، وهذا عددهم كبير للاسف. ان شاء الله نتخلص منهم، نقدر نتخلص منهم محاربه المفسدين والداخلين والطارئين على كل مفاصل الدوله، وايضا المفاصل الحياه اللي موجوده لهذا في مختلف الوزارات. ادعو الى مراجعه كل هالقوائم اللي صارت. تعرفين اكو حتى الفصل السياسي، اكو ناس الفصل سياسيا فعلا واضحه عندي المفصل السياسي. نعم. لان هذا بالثمانينات بالسبعينات ترك وظيفه، ذاك الوقت من يترك وظيفته كانت الراتب كلش ممتاز. نعم. والوظيفه معتبره، اللي يترك معناها متضرر فعلا.
بينما غير الهرب مثلا بسبب قلة الراتب واضحة وفرق. لهذا المفصول السياسي يكون كلش واضح تفسيره. سيادة النائب، هذا اليوم راح أجردك من النائب حيدر العبادي رئيس اللجنة المالية في البرلمان العراقي وأيضا من قيادي في حزب الدعوة. هذا اليوم راح أتكلم وياك الرجل العراقي أبو الغيرة اللي شاف العوائل الفقيرة والمحتاجة، وأيضا عندنا عوائل بالاستديو هنا جايين البرنامج طيبة أهلنا. إيش يقدر يتبرع هذا اليوم الرجل العراقي بعيدا عن كل المسميات، الناس والأهل بغدادنا الحبيبة، يقدر يتبرع راتب شهر لمرة واحدة هاي الناس؟ الأمثلة اللي شفتها في هذا البرنامج هذه وشبيهة أتبرع بشكل كامل بشهر راتب شهر كامل إن شاء الله. أريد أعرف الراتب إيش قد، يعني نطينا إيش قد تتبرع؟ يعني 10 مليون ونص حتى نكون دقيقين. 10 مليون ونص، لكن بعض النواب جو قالوا راتبي 8 ملايين ونص، هم أيضا نعاتبهم. هذا اليوم قبل ما ترجع بكلام خلينا على 10 ونص. خل أوضح ليش الراتب كان 8 ونص صحيح إلى قبل حوالي 7 أشهر، لأن إحنا خفضنا الرواتب قبل، بس وزير الخارجية قدم للمحكمة الاتحادية نقض للقوانين، فنقض القوانين السابقة اللي خفضنا بها الرواتب فرجعت رواتبنا، وإن شاء الله أكون الآن مشروع قانون لإعادة تخفيض الراتب، فما دام رواتبنا بعدها على هاي إن شاء الله نتبرع في هذا الراتب. هذا اليوم 10 ونص أكيد. هذا اليوم الرجل العراقي بعيدا عن النائب وأيضا بعيدا عن القيادة بحزب الدعوة تبرع براتب شهر، وراتب الشهر هو 10 ملايين ونص راح يروح للفقراء والمحتاجين من خلال برنامج طيبة أهلنا. هذا اليوم نفتح الباب لكل الناس الطيبين وكل الناس الميسورين الحال، والله العظيم الكراسي تروح والمناصب تروح، ما ينفعكم إلا العمل الصالح، تعالوا هنا وحطوا إيدكم بيدينا حتى نساعد أكبر عدد من العوائل الفقيرة والمحتاجين. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. السياسي والنائب وأيضا القيادي في حزب الدعوة السيد حيدر العبادي، الدكتور حيدر العبادي، نشكرك شكر كبير لأن أنت هذا اليوم ساعدت عدد كبير من العوائل اللي محتاجة من خلال برنامج طيبة أهلنا. نحن نعرف أنه كل إنسان يساعد أهله وناسه والقريبين منه، لكن هذا اليوم نحن نحتاج وقفة حقيقية من خلال برنامجنا. أنا بس عفوا بس ملاحظة أخيرة، الإنسان يقول صدقة السر أفضل من صدقة العلن، بس أنا أؤمن بأن المجتمع يكون يساهم في عانة الناس مو بس الدولة. ونحن هدفنا دكتور تشجيع. هذا اليوم هو التكافل الاجتماعي، والله العظيم ما عندنا أي هدف غير التكافل. وأنا عملت علني حتى نشجع إن شاء الله الناس لما تجمع عامة الناس ويساعدون الفقراء أظن رح نهبط مستوى بشكل عام. أكيد، وهذا اليوم أنت راح تساعد يمكن 8 عوائل أو 9 راح يحضرون أيضا هنا للبرنامج. شكرا جزيلا لك وإن شاء الله تكون في ميزان حسناتك. شكرا إن شاء الله الجميع. شكرا لكم. شكرا يا طيب. أيضا مشاهدينا هذا اليوم حضر إلى طيبة أهلنا أبو ميثم، هو رجل عراقي ومحتاج إلى العونة والمساعدة، وأيضا رجل معاق يحتاج كل الطيبين يقفون وياه ويساعدوه، وأكيد طيبة أهلنا ساعد كل الناس المحتاجة. أهلا وسهلا في برنامج طيبة أهلنا. الله ستر، رحم الله والديك. والله ستر تعبان، أموري تعبانة، ما عندي، وأرجو معوقة ما أقدر، إذا أعمل ما أقدر، إذا أمشي ما أقدر، إذا أشتغل ما أقدر، وعندي 4 جهال. وأنا زوجي 6 نفرات يعني. الله يساعدك. نحن هذا اليوم راح نساعدك وأكيد دموعك غالية وعزيزة علينا، وإن شاء الله ما تبقى حصرة بعيون كل عراقي. الله يساعدك. لأن أكيد أهل الخير موجودين وإن شاء الله يساعدك. إن شاء الله كلهم خير وبركة. ويا مو الله وأنتي يعني أرشحتي. الله يساعدك. الله يساعدك. هذا مبلغ من المال إليك من برنامج طيبة أهلنا، وإن شاء الله يساعدك ويساعد كل الناس المحتاجة إن شاء الله. بسم الله الرحمن إن شاء الله. موعك عزيزة علينا. الله يخليك. تسلم. شكرا جزيلا. أشكرك ستاني. أشكرك على حال. أشكرك. هذا اليوم حضرت إلى طيبة أهلنا أم فاطمة، هي امرأة تعيل 7 بنات من الكرادة، وأكيد سعيدين أنه نساعد عدد كبير من العوائل الفقيرة والمحتاجة. أهلا وسهلا بيك خالة في برنامج طيبة أهلنا، وأكيد سعيدين هذا اليوم تكونين هنا حتى نقدم لك المعونة المالية. أريد أعرف شنو ظروفك. والله يا ستيفا أنا أم 7 بنات والحج الطاج عمر العام، ما عندنا كل شيء، بالله الكريم إحنا عايشين على المروة. والله العظيم أبو الجامع يساعدني، اللي عنده يجي يساعدنا، ينطينا 7 بنات حتى وطلتهن من المدرسة. والله العظيم
بطلن من المدرسة ما عدنا منين نجي الإيجار، والله العالم تلم منا وتطينا الإيجار. ثق بالله العظيم إن شاء الله ساعدك إن شاء الله. حتى صينية الأكل ذاك اليوم الجيران جابوا لنا إياها، بالله الكريم بالله الكريم إن شاء الله إن شاء الله. هذا مبلغ من المال إيش، تفضلي خالص. الله يسترك الله يسترك يحفظكم الله. اشكر الست هيفاء ممنونه، الله يرضى عليك امي وابوي. الله يخليك تسلمي، الله يحفظك. شكرا جزيلا لك، وان شاء الله دائما نساعد الفقراء والمحتاجين. شكرا لك ام فاطمه. ايضا هذا اليوم حضرت الى طيبه اهلنا ام خالد. ام خالد من بغداد الحبيبه، امراه تحتاج العونه والمساعده وظروفها والله صعبه، واكيد راح نقدم لها معونه ماليه. شنو ظروفك ام خالد؟ والله ما عندي حتى طباخي، سويت القلم ما عندي، كل شيء ما عندي، القلم تحط زيت على الله ما عليكم. دموعك غاليه علينا ام خالد، اكيد دموعك غاليه علينا. والله ما عندي ان شاء الله نساعدك، بس ساعدني بدون اجر ما عندي ان شاء الله نساعدك. ان شاء الله دموعك غاليه وعزيزه علينا. الله ان شاء الله يهدي كل الناس الطيبين وميسورين الحال حتى يساعدوش. واليوم اكيد عندك مساعده ماليه من برنامجنا من طيبه اهلنا. اي والله هذا مبلغ من المال هذا لك حبيبتي. وايضا هذا اليوم موجوده ام يوسف، امراه تحتاج العونه والمساعده، وان شاء الله نساعدها ونساعد كل الناس المحتاجين. اهلا وسهلا بيك ام يوسف، أريد أعرف شنو ظروفك؟ والله تعبانة ظروفنا. الله يساعدك، وهذا اليوم أكيد راح نساعدك بمبلغ مالي من برنامج طيبة أهلنا، هذا المبلغ اللي الله والديك عيني. شكرا جزيلا. هذا اليوم حضرت أم عبد الله. أم عبد الله مرأة عراقية تحتاج العونة والمساعدة، وأكيد عودكم برنامج طيبة أهلنا يفتح أبواب الأمل والسعادة لكل العراقيين. أكيد هذا اليوم راح نساعدها، وأيضا راح نتابع حالة ابنها المريض. أهلا وسهلا بكم عبد الله في طيبة أهلنا. بالشكر أريد أعرف شنو ظروفك؟ أنا ظروف ابني مريض، صار هاي سنة ونص نعالج إحنا بالمستشفى. يمكن أنت جاية هنا؟ أنا جيت هاي ثاني مرة أجي وأخذت أوراقه، كل شيء مريض بس السفر إن شاء الله. اليوم اتفقنا ويا سيادة النائب حتى ناخذه مستشفى ونعالجه، وأيضا نتابع حالته، لأن أنت يعني مثل ما شفنا أنه حالته كل شيء تأزمت وحالته كل الصعبة صايرة. أي والله صعبة صايرة، ومناعة جاي تنزل عنده للصفر، يعني ما جاي أقدرش أسوي له. إن شاء الله نساعده ونقدم له العونة والمساعدة. هذا مبلغ من المال إليك من برنامج طيبة أهلنا، وإن شاء الله نساعدك ونساعد كل الطيبين ونتواصل وياك. رحم الله. شكرا حبيبتي. هذا اليوم المرأة الطيبة ياقوتة حضرت إلى طيبة أهلنا، ومثل ما عودتكم طيبة أهلنا وبرنامجنا يساعد كل الناس المحتاجة، أكيد هذا اليوم راح يساعدها. أهلا وسهلا بيك برنامج طيبة أهلنا، أريد أعرف شنو ظروفك؟ والله ظروفي تعبانة ومعوقة، وكان أولدي طيب الدنيا ومعيشنا عنده تذكار، فأنا بقيت أنا وأختي جميعا عايشين ويا هاي أختي من أبوي، وحتى مكاننا مو زين، لا فراش لا بطانيات لا مثلا. انتوا نساء عايشين ببيت واحد؟ اي قاعد هي ماجره واحنا قاعدين وياها، حاطت لي بسطيه بالشارع وابيع. الله يساعدك. اي ان شاء الله نساعدك. هاي من حق الطبيب، شوف هذا العلاج مالي خلصان صار الاسبوع. ان شاء الله نقدم لك العونه والمساعده من خلال طيبه اهلنا. انا اعرف انت معاقه يعني. اخوان اثنينهم بالانفجارات ماتوا كبار. الله يرحمه. أيوة الله. الله يرحمه. الله يرحمه. إن شاء الله طولت العمر لكم، إن شاء الله نساعدكم، وإن شاء الله كل الناس يساعدوكم. بالفعل ظروفكم صعبة وتحتاج أيوة المساعدة. أيوة أنا أعرف إنه أنت تعانين من ألم برجليك أو أنت معاقة؟ لا، من صار لي 5 سنوات وقعت من الدرج أمسح وقعت وصار بي هيك. هذا اليوم ايضا برنامجنا راح يساعدك بمبلغ مالي، هذا المبلغ اليك حبيبتي من برنامج طيبة اهلنا. اشكرك. وايضا راح يساعدك بعربانه مع المعاقين حتى تساعدك بالبيت او تساعدك بالحركه، وما يبقى اي حزن بعيون اي عراقي. إن شاء اكيد الله. الناس الطيبين هوايه ان شاء الله، ان شاء الله كلها تصير افراح.
ان شاء الله. تسلمين حبيبتي، شكرا على جيتك، واكيد تعبناك هذا اليوم. لا انا تعبتكم. تسلمين حبيبتي، شكرا جزيلا. اعزائي المشاهدين، نتواصل وياكم في عطاء طيبه اهلنا، ويسعدنا ان نقدم وجبه جديده من اسماء المرضى اللي ظهرت للعلاج في افضل مستشفيات العالم. ونتمنى منكم التواصل معنا، وان تبعثوا التقارير الطبيه على عنوان البرنامج، او تتصلون بنا على الهاتف المثبت اسفل الشاشه حتى نقدم لهم المعونه الماليه. واسماء وجبه اليوم اللي يتعالجون اصحابها في افضل مستشفيات العالم امريكا وكندا والمانيا هم نوح محمد علوان من محافظة بغداد، عنقاء كنعان محمد من محافظة بابل، طاهر بسمان هشام من محافظة بغداد، ساجد محمد هاتف من محافظة النجف، مرح يونس مهند من محافظة الديوانية، عنود عباس علي العباسي من محافظة كربلاء، نادية علي محمد محمود من محافظة صلاح الدين، عفاف كاظم الطريحي من محافظة ميسان، كتاب عنبر مسرور من محافظة المثنى، مغفرة هادي ياسين من محافظة الموصل، ولاء حسين محمد العبادي من محافظة كركوك، زينب حسن عدنان السعيدي من محافظة البصرة، فاطمة عبد السميع شريف من محافظة الناصرية، حسين علي موسى من محافظة واسط، عائشة عمر محمد من محافظة الموصل، ياسر وعد خالد عمران من محافظة الأنبار. هذه الأسماء سيتم علاجها في كندا وفي ألمانيا وفي أمريكا. في الختام نقول لا نطلب الاستعجال في العمل بل في جودته وصدقه، والناس الذين نشدوا الأمل من خلالنا سنكون لهم شمسا تضيء دائما، لأننا منهم وإليهم ومن أجلهم كل سعينا. وإلى حكاية وجع جديدة تحكيها لكم هيفاء الحسيني، إلى اللقاء. مثل طيبة أمل سماك وبالكون إذا سألت